الطبيعة الفرنسية في خصوصا في الأرياف تشجع الإنسان على الاسترخاء والتفكير وقراءة الكتب والاستماع إلى شروح كثير من الأمور العلمية. زي ما تقول استطعت سبحان الله أن إيش أدخل هذا المجال ووجدت فيه استمتاع. ما هي الرسالة التي توجهها عبر رسوماتك؟ وماذا عن جبال أفغانستان التي اخترت لها اللون الأحمر؟ أنا رسمت سبحان الله الجبال الحمر والجبال الكثيفة كناية إلى جبال تورا بورا في أفغانستان، حيث كنت أعيش فيها تقريبا قرابة السنة أو أقل شوية، وكانت جبال شديدة الوعورة والعمق في أعماق الوديان والجبال، وكان فيها سبحان الله أحيانا سكينة وأحيانا وحشة شديدة وعلى ما إلى ذلك يعني. مؤخرا في ختام وجود الجماعة هناك أو الوالد، فكان ختام حقبة ذلك الوقت في جبال تورا بورا، وكان في هناك قصف شديد وقتل لكثير من الأرواح، وسواء أبرياء أو غيرهم أو مقاتلين أو غيرهم، فناتج عن ذلك تأثر بهذا الموقف الدموي، ونشأت في خاطري فكرة إنه الجبال الكثيرة ذات اللون الأسود والأحمر مختلطة، فالأحمر بالنسبة لي المقصود به هو الألم والدماء والمعاناة، والأسود هو المقصود به العتمة والضيق والعلو علو الجبال وعمقها في ظلام الوديان. عمر وزينب، في عملكم لم تغيرا اسم العائلة، بقيت بن لادن موجودة، ما هو السبب وراء ذلك؟ This name have some side good and some side bad. Yeah. So as example, my name is give my painting value in some way. So people like to buy some kind of painting have a history. Like Winston Churchill, they sell his painting in very, very expensive prices. Like few hundred thousand each painting, and his name becomes a magnet for the artwork, not only because people like the paintings, but because they believe that that it's an investment for the future. عمر، متى تفتخر بعائلتك؟ I'm very happy to keep my root, and not only my root before few hundred is my root also before few like more than thousand less more, and Bin Laden belonged to a very old kingdom called Kinda, and have so many tribe and exist in Najd in Arab Island, and started from Hadramaut and take all over the Arab Island till the Damascus area. We're renovating the restaurant, we're renovating houses, we're renovating an apartment. So life is is extremely, and then we're at school. So life is very, very busy. Oh, yeah.